اه السونتراج ديال الهبطي. الهبطي عطاها ليه سميتو زريده اعتقد من هنا عطاها ليه كريدو سونتراج. السونتراج بالله عليكم دابا هنا في كندير السونتراج شكون؟ كلشي عامر، علاش كنعطينا السونتراج؟ علاش هذا ملي كيكونوا صحابي كلهم عامرين يا اما نقلب على شي واحد بحال الشكل تاعه. شوفوا شوفوا راه مكعازي هز يدي، مكعازي كيطلب الكره يعطيها ليه بين دوك الجوج، ونكازي يا اما غيضرب البوطو يا اما غيعطيها لذاك اللي واقف كابا خابا راه واقف في الدخله الكار غادي يوجدها ليه بق. ولكن السي الهبطي لا غادي يبان ليه كلام اخر. نشوفوا الهبطي شنو دار، شتيها دار سونتاج طويل مشات تهز على خابا ما وصلهاش، راه ضرب النمساوي بشوي عليه وجدها لصاحبه بالراس ضاعت لينا الكره. هنا غندوي على الهبطي، الهبطي كره غادي يقلب، حيت كندوي عليه وكنجي عليه، ولكن كواري اللي هما تظلم فيهم، هذه كره غادي يقلب وغادي يمشي كونتر اتاك، لان عنده هذه الميزه هذه مشى بها. شوفوا المدافع شنو غيدير، ذاك اللاعب ديال الوسط غادي يشدو، غادي يشدو عبد الله من التريكو غيطيح، والحكم كيعطي كوفرا ضد الهبطي. شوفوا هاي دابا بالله عليكم، دابا شوفوا التريكو ديال الهبطي مجبد، واش مجبد ولا مجبد؟ وريوني التريكو ديال التوالقه واش مجبد؟ هذا ديال الهبطي اللي مجبد، هذا كيبان لك متيري. هذه وحده. الحاجه الثانيه، هذاك المدافع راه شاد، شاف راسو غيفقد التوازن ديالو، شاد في الهبطي وطيح هو وياه، هو شادو من التريكو وطيح هو وياه وجي قدامه مع القلب، والحكم قدامه العمليه. فتا هادو من اللقطات ان شاء الله غادي يداعوا، ما كاينش مشكل، حنا معاكم. دونك هانتوما كتشوفوا الظلم عطيكو في الظلم. هاي انا هاي الاشاره ديالتو بما كوفر ضد الهبطي. الوغ شنو عندنا، شنو عندنا هنا؟ هنا كذلك وقيل الهبطي. الهبطي هاد الكره هادي في الكاري غتشوفوا بانه غيشدها خابه، وخابه غادي يجلسها الهبطي. الهبطي هو البوطو عباد الله، هي هنا غتبان لكم احسن كاع. هاي هادي ولا ماشي هادي؟ لا لا هادي هادي راه غادي يعطي للهبطي، والهبطي غيضربها ضعيفا عند الحارس ضعيفه. يا صاحبي هذوك الكواد راه ما كيضربوش في الارض بعدا. نشوف لانه كيكون عندك المدافع عندك الكون غيمشي لها برجليه ولا بيديه، كضرب الفوق في السقف كيضربوها الناس في اوروبا كيضربوها في السقف الفوق. فبحال الكواد يا سي الهبطي ما خصكش تزقلهم، راه خصك تماركيهم انت لاعب ديال ليكيب المنا حشومة تزقل بحال هذا. الوغ غادي نمشي هنا الكونه ديال الهدف، انتم كتشوفوا ديال الهدف بالراس، الحارس بطبيعه الحال كيشوف، سي المدافع الاوسط كيتفرج، وهنا بطبيعه الحال البينالتي، لان يعني هذه هي اللي وقع فيها الخطا، غادي يعطيهم بينالتي. البينالتي واحد القضيه اللحظه زنيتي، زنيتي ما بقاش كيتبع البالون. زنيتي كنت كنعقل عليه انه من بين نقاط القوه ديالته في البينالتيات انه كيتبع البالون، ما كيتبعش اللاعب، سو كيفي كيقرا اللاعب كيقرا البالون، غير كتبان ليه خرجه البالون تعرف واش غيمشي لليمين ولا لليسار، غير كتخرج ديك الخرجه الاولى ديال البالون كيمشي معاها، غالبا كيجيبها لان عنده لا سوبياس. دابا لا ولا كيخترق انت واحد، ما عرفتش علاش كي ما كتخترق انت واحد، هذاك عاوه على راسك 90% ديال البينالتيات ما غتزقلهم، حتى وحده ما غتشدها. هنا 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 تمرينه ديال سميتو تمرينه ديال الهبطي بداوي عفوا، غادي يفك البالون باش يعطيها الخابه. حنا وصلنا الخابه، خابه بزاف الكواري ضيعهم لانه في الزحام ما كينجحش، هو كي دائما في واحد القضيه شويه ما عرفتش فيس فيه، كيبغي يعتمد على البدن اكثر ما كيعتمد على العقل، بعض المرات كيعتمد على البدن بزاف. واش كيدير ديما كل كره كيحاول انه يكوفري لا بال ويحافظ عليها، بينما كاين شي كواري اللي ما خصكش تحافظ عليهم. علاش؟ لانه كاين حداك بزاف غادي تحافظ عليها، غيجي لها بدا جوج ولا ثلاثه غينغزوها، لا بدا واحد ينغزها لك. دونك من الاحسن هذيك الكره اللي بغيت تحافظ عليها لعبها ديفياسيون، لعبها لصاحبك، وغادي نبين لكم بان كان عنده الحل ديال الديفياسيون. ها الكره عطاها لي الهبطي راه مغطي هو، ها هو غادي يبان، ها هي شتيها، ها الكره عنده، غادي يشدها بكرشو يعني صدرو لتحت شي شويه، غادي يشدها وغادي يوض لك عليها، غيجيو عنده دوك الجوج غيديوها لك. بينما الحل اللي عنده ديال الديفياسيون شنو هو؟ انه كره شديتها كيما وقفتها بالاكستيريور دي بي كنعطيها لذاك اللي جاي الوسط، راه هو المكعاصي غنعطيها ليه، وهنا فكيت الزحام وغادي نمشي نديماركا غيعطيها ليا نمشي.
هذه راه ديال الديفياسيون ماشي ديال شدوا بقات عصر فيها بقات عجن فيها هاي بقى كيعجن فيها راه داوها لي راه خرجات كاع التوش ديالو. دونك كره كدير استخابه كنتمنى انه تلعب كره سهله ديفياسيون لعب شويه ب سيتو تحتي راه الكره ماشي دائما جسد وماشي دائما قوه بدنيه. هنا غنرجع ديما الخابة عاوتاني خابة هنا شوفوا هذه الكره شوفوا شحال من واحد حداه الله يرحم الوالدين حداه اوهول انت كوم افاسونتر انت افاسونتر ما توني با ابلي ايتر ان ديستريبيوتور انت قلب هجوم انا ما مطلوبش منك انك تعطي باسات طوال وتعطي السونتراجات انت خصك انت دير لابيل دو باف تعطيها للميليو تاعنا وسير ديماركا يعطيوها لك ما تجيش تضبط انك واري طوال. شوف شحال من واحد حداه كاين حداه اوهول كاين حداه المكازي هو الوسط كاين حداه الهبطي هو خارج الوسط هو كيطلب لا بال كاين حداه اليمين بداوي كيطلب لا بال هادو كلهم ما بانوش للاستخابه شوف الاستخابه اش غيبان لي شي فين غيضربها هادو طويله فين غتمشي نشوفوها مفيش باغي يلعب هو كره طويله لعند لعند بوزوق بوزوق هي من جرى عليها خلاها الحارس خرجات باسي ضاعت كره. هادو ثاني حوايج كنتمنى ان المدربين شي بهاد الحوايج راه هادو هما الكره راه هادو هما اللي كيخلقوا الكره وهادو هما اللي كيخلقوا قوه الفرق حيت ملي غتجي تجمع كاع داك الديشي اللي كان عندك وانا راه يلاه جبدت دابا ما كاملش حتى 30% لان الوقت ما كيكفينيش نجي نجبدوا غير الديشي اللي كان الا جمعتي داك الديشي وبديتي كتلوبي با جوار كل جوار غتخدم معاه وهذه راه رساله للناس اللي مكلفين بالفيديو في الباج كل لاعب نجلس معاه ونجبد ليه دوك لي فيديو ديالو دوك لي دي ديفو لي دار دوك لي بيرت دو بال اللي عنده ونخدم معاه نقول ليه ها كيفاش تخدمها مع الاخرى ها كيفاش هكذا لعب مع صاحبي صاحبي جا كذا الكولوار كذا خاوي نعطيه ونمشي. هذا غادي تلقى بانه مع الوقت غتلقى داك اللاعب على الاقل صلحتي ليه واحد 50 و60% ديال لي ديفو ديالو وهذا الشيء غادي يفيد الفرقه لان ديك الكره اللي عطا كون عطاها سهله كنا غنماكيو الثالث الرابع الخامس غنربحو مرتاحين ما نربحوش متشنجين ومتعصبين حتى الاخر ثانيه. دونك الله يرحم الوالدين كنتمنوا ان هذه المسائل توصل للاخوان. خويا ما نقدرش نحكم الاخت جميله ما نقدرش نحكم على بولكسوت مدافع ايمن انا ما شفتش الماتش ديالو مع المحمديه كذب عليك شفت شي ماتش واقيلا كاع كمدافع ايمن ما عرفتش ما نقدرش نحكم عليه خاصني نشوفه مع الرجاء ماشي مع المحمديه مع الرجاء مع الرجاء كلام اخر الرجاء كتلعب راه ماشي بحال المحمديه كتلعب بلوكبا يعني انه كاين كلشي معاونك حتى لا تقلبتي كوماريان دروا كاين لي روبلي عليك موجودين 10 لان كلشي لاعب طوبي صلوا الرجاء لا الرجاء كتلعب بلوك طالع وكلشي كيطلع يهاجم وحتى لي زاكسيو لاك سونترال هو كيطلع يهاجم سيتي في انت كوماريان دروا هذا قليل فاش كتلقى لي عاونك هذا كتكون صعيبه داك لو روبلي ديال سيتي في باش بولكسو تنجح مع الرجاء كوماريان دروا ما نقدرش نقول المدرب له واسع النظر. دونك غادي نمشي الكره اللي ضاعت ديال خابه ما كاين مشكل نمشيو لوحده اخرى هذه كره اللي ديال خابه واللي فيها بيت وظلما وعد وانا تم ازالتها ما فهمتش انا هذا الحال خينا هذا الحكم كان مقصد لينا بمعنى الكلمه هذه الكره هذه الاخوان يعني في الكره معروفه في عالم الكره انه ملي الحارس كيشد كره كتكون بين يديه ممنوع عليك تقيسه والا راه خطا ضدك ياك يعني دابا الحاله اللي الحارس شد الكره وهزها هزها باغي راه شفناها في العالم في واحد البطوله الهولنديه ومعطينا البطوله هذيك الحارس شد الكره هكا بغى سميتو ونغزها ليه اللاعب وماركاه ربما حتى بصير حتى هو بصير كان عقل من اللي كان مع من يا ربي كان مع ديبورتيفو لا كولونيا في واحد الماتش غادي الحارس غادي يهزها غادي نغزها هو براسو ويمشي ويماركيها راه كاينه في الكره اذا الحارس كيتحمل مسؤوليته. اللقطه علاش انا خديت هذه اللقطه هذه صورتها هادي راه سكرين علاش خديت السكرين هاد السكرين كيبين بان الكره خرجات من يد الحارس يعني الحارس هزها الحارس ماشي هزها الحارس بغى يبوم بها مع الارض دابا ملي بوم بها نغزها ليه خابه في الارض قبل ما توصل ليه قبل ما تعاود ترجع ليه ليدي نغزها ومشات قدامه ضربات فيه ضربات في خابه في صدره ومشات قدامه ومشى ماركاها علاش انا تحيد ليا البيس وفينا هو الفار اللي كتقولوا كاين الفار سيدي فين الفار فينا هو الفار علاش هادي مثلا مع الهلال السعودي دونك انا ما عقلتش على كل حال كان ماركا ها هو هادشي راه كاين في القانون اذا هنا علاش واخا تحيد ليا بيت هكاك ظلما هاي ماشي هادي عفوا ماشي هادي هادي هاد اللقطه
سميتو مازال غنرجع على هذيك تاع البينالتي اللي تحيد البيت اللي تحيد الخابه، هذه الخطا ديال مسيو اسيست. فتبارك الله هذا السيد غير كيدخل تيهنيك من الاسيست، وهذا هو النقص اللي كان عند الله جا في الشوط الاول كامل وحتى بدايه الشوط الثاني. كان مشكل في صناعه اللاعب، كان اللعابه ديال مجهود لاعبين كيعطي كواليتي، ولكن خصك داك صناعه اللعيبه، خصك داك اللعاب اللي كيقرا الكولوار، كيقرا لي زاكسيو ديال الخصم، دوك اللعابه اللاعبين في لاك سونترال، كيقرا دوك لي سباس اللي ما بينهم وبين بعضياتهم، وداك لي سباس الاخر اللي كاين بيناتهم وبين لاريان غوش ديالهم ولاريان دروا ديالهم. هذا الربعه في لا ديفونس دائما كيكونوا دي زانترفال بيناتهم خويات، دوك الخويات كيقراهم غير مسيو اسيست، لعاب اللي عنده الذكاء ديال لاسيست، كيعرف يعطي وسطهم كتمشي انفراد انت انت والجول. اذا ما كانش عندنا، اولا كتمشي في اليمين كتسونطري، اولا في اليسار كتسونطري. حنا ما كانش عندنا الحفيظي هو اللي دخل دار لنا هذا الحل، هذا عطى الزرهوني، الزرهوني وجدها للسخابه. ها هو الزرهوني وقفها تبارك الله عليه، عطاها السخابه. شوفوا السخابه، شوفوا السخابه، السخابه شدها هو يرضها عاوتاني لريان دروان السي بداوي. بالله عليك واش انت الفا سونتر؟ وهاد الكره وجدها لك السيد كتشد ما تصليها للدوزيام بوطو هاكاك بلانتيغيور دي بي كضربوها للدوزيام بوطو للجول، واقف غتمشي للدوزيام بوطو بيت. راه هو الفا سونتر، الفا سونتر ما كانش عنده دوك الصليات ودوك الزعامه ديال يصلي، راه ما تعودش عليه بزاف، راه غادي يلعب لك ماتش ويغبر سبع ايام. الله يرحم الوالدين السخابه، راك انت اللي معولين عليك تسجلين، والله يرحم والدينا. ما قوم بالدور ديالك كمهاجم وضرب البوطو وكادري وفيني، راه الفينيسيون ناقصه صاحبي. هنا الكره تاع البيت تاع النار ديال التعادل، الناس اللي كيقول لك لا راه مشى ضرب الكونك، هادي علاش جبت هاد السكرين هذا؟ كيبان لكم البالون الوسط ما بين خابه وما بين الحارس الحواصلي، راه البالون الوسط هنا كيبان لك بانه الحواصلي خابه مشى برجليه ليصل للبالون، تابع البالون يعني، حين الكرة جات من اليمين من عند الحفيظي سونتراج، جات هو كان عاطي بظهرو ديك الساعة للحواصلي، ملي جا البالون قدامو دار، ملي دار ما كانش كيشوف الحواصلي راه واقف تما، دار تابع البالون ولا سرح رجليه البالون، كان غادي يقيسو وزقلو. دونك فينالمون شنو وقع؟ اللي وقع هو أن خابة تساطح هو والحارس، ياك تساطحوا عادي لأنه جا كل واحد تابع البالون. ولكن الكرة دازت راه ما قاساش الحواصلي، شي الحواصلي يكون شد كرة وضربوا هذاك غنقولوا كفر، ولكن السيدة ما قاش، راه غنعيط لك السي مربي غير صبر عليا الله يحفظك، راه ما قاسهاش، راه الحارس الحواصلي ما قاش الكرة، دونك خاب زقلها وهو زقلها، دونك الكرة دازت لقات اللاعب اللي هو بطبيعة الحال الهدهودي ماركا. إذا علاش المشكل؟ علاش هاد الناس كيغوتوا علاش كذا؟ ما بغيتش ندوي في ديك المقارنات اللي جبدوا الناس ديال شي ماتش، واحد اللعاب راه شد الحارس ونعس عليه باش كره دازت ودخلات، بغيتش ندوي لكم المقارنات، ولكن هذا لابيت قانوني لا غبار عليه. هذا البينالتي ديال الرانجا كنحيي هاد السيده، راه كنحيي هاد بوزوق، علاش؟ لان البينالتي والله ما ساهل، راه هادي اخر فرصه، راه من وراها غتبقى جوج دقائق وغادي صفر، دونك باش تمارتي البينالتي وبداك الهدوء بداك العقل، تحيه لبوسوق، كنتمنى انه يواصل ان شاء الله من اللعابه اللي غادي يبرز مزيان مع الرجاء، نتمنى انه يكمل يحيد عليه غير ديك الانانيه ويلعب مع صحابه ويوجد لصحابه، ان شاء الله غادي يكون ربح كبير للفريق هذا السنه.